وأقف هنا لأحذر كل التحذير من أي كلمة تثير الفرقة. من أي تطلع ليوم، من أي تطلع من غير حساب، أو من غير سير من غير حساب، ومن غير نية مسبقة ليوم تتفتت فيه وحدة هذا الشعب. قد تختلفون في وجهات النظر، وهذا من حق كل واحد، ولكن ابتعدوا كل البعد عن المهاترات وعن أن يهدم بعضكم ساعي بعض وهو في صالح هذا الشعب. وحدة وحدة حتى النص، وحدة وحدة حتى النص، وحدة وحدة حتى النص، وحدة وحدة حتى النص. ستهزمون 100%. عندما يتفتت صفكم ستذلون، وبشكل مؤكد عندما تتحارب صفوفكم. اتقوا الله في هذا الشعب. والنية ما فسدت، والترابط في استحكام إن شاء الله، والصوت قد علا، والقضية فرضت حضورها في العواصم المهمة في العالم، وأخذت اهتماما في محافل دولية مهمة. وما قاله 14 من فبراير لهذا العام، وما قاله 14 من فبراير لهذا العام من جديد، أن شعب البحرين شعب مجيد. هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة. إذا قال صدق، وإذا تحرك ثبت. جاء هذا اليوم من هذا العام بصمة جماهيرية قوية فولادية على مواصلة الحراك، وأن إرادة الإصلاح والتغيير لا تعرف التراجع، وأنها أقوى من أن تفل بالنار والحديد. جاء هذا اليوم ليؤكد أن هذا الشعب لا يتعب، أو أنه إذا تعب لا توقفه عن طلب حريته وكرامته وحقوقه المتاعب. ليؤكد أن سنتين من الحراك المستمر المليء بالتضحيات الجسام والآلام المضنية، يضيف إليها هذا الشعب السنة والعشر سنوات وأكثر وأكثر على طريق المعاناة والبذل والفداء وركوب الشدائد، دون أن يفكر في أن يعود من حراكه الإصلاحي خاسرا وإلى حالة الإفساد والفساد. جاء هذا اليوم ليقول بأن الشعب يؤمن كل الإيمان بحقانية قضيته، وعدالة مطالبه، وصحة حراكه، ورأفة ربه ورحمته ونصره، وأن أمله في النصر لا يعرف الذبول. جاء ليقول بأن على كل المتعاملين مع قضية شعبنا عليهم أن يعرفوا له هذه الخصائص، أن يعرفوا له هذه الخصائص، وأن رقاب أبناء هذا الشعب وبناته لا تنحني، وأن إرادتهم لا تنكسر. لا يركعون إلا لله، ولا تخرج جباههم إلا لعظمته. ليقول بأن
ليقول بأن على كل واهم أن يتخلى عن وهمه بأن هذا الشعب يمكن أن يستسلم ويلين في الحق، وأن ينسى عزته وكرامته وكرامة دينه وشرف انتمائه وقيمة إنسانيته، ويتراجع عن المطالبة بحقوقه العادلة الثابتة له. كل المتوهمين لشيء من ذلك عليهم، قال لهم يوم 14 من جديد عليكم أن تتخلوا عن هذا الوهم. ليقول بأن الصلابة التي برهن عليها شعبنا طوال سنتين لا تعرف لينا، وإنما هي على طريق الاشتداد إن بقي بينها وبين قمة الصلابة صلابة باق. وكما أن الشعب كله كل هذه الصلابة، فإنه واع كل الوعي، مؤمن كل الإيمان، متمسك بهويته كل التمسك، بعيد عن العصبية كل البعد، نائ عن الإرهاب كل النائ، مجاف للعدوان كل المجافح. وشعبنا يدرك جيدا أن الحوار ليس هو الهدف، وأن المسيرات والاعتصامات وأنواع الاحتجاج ليس منها ما هو هدف كذلك. كل ذلك لا مكان له مع تحقق الهدف، ولو تحقق الهدف فلا مسيرة ولا اعتصام ولا احتجاج. ولا ينبغي الشك في أن السلطة صارت تدرك بعد هذه المدة من عمر الحراك بكل مخاضاتها العسيرة التي عانى منها الشعب ولم تلن عزيمته، بأنه لا مخرج من الأزمة إلا بالإصلاح، أنه لا يفيد قمع ولا محاولات ولا مراوغات ولا مساومات كيدية، وأن ليس من أسلوب يثني الشعب عن المطالبة بحقوقه حتى يتم له إنجازها، أن إصلاحاً شكلياً لن يجدي ولن يخدع به الشعب أو ينال قناعته. وسيظل الوطن في دائرة الأزمات، وتتعمق جراحاته، وتزداد فيه المأساة، وتكبر الخسائر المادية والمعنوية، حتى تتغلب السلطة على حاجزها النفسي وحالة الاستعلاء والعناد والمكابرة من وحي الشيطان وهو التسلط. تحتاج السلطة لخروج الوطن من أزمته التي لا بد أن تعي لخطورتها، أن تعي خطورتها، إلى أن تثور على نفسها ونفسيتها. أما الشعب فلا يملك إلا أن يواصل حراكه السلمي دفعاً للظلم عن نفسه وتخلصاً من ذله وقهره، وهو ما تفرضه عليه كل المقاييس وتشاركه الرأي فيه كل الشعوب. وفي البحرين حوار وصراع، حوار بين إرادتين وصراع بين إرادتين. الإرادتان تتحاوران من منطلق اليقين بوجود أزمة حادة، لو ترك لها أن تستمر لأمكن أن تخرج من السيطرة وتغرق الجميع في مأساة لا خروج لهم منها. أما جدية الحوار فما يمنعها من جانب السلطة فيه فهو ذلك الحاجز النفسي الذي سبق الكلام عنه، والذي لا ينطلق من عقل ولا حكمة ولا عدل ولا شرع ولا ميثاق ولا مصلحة الوطن، فيأتي على هذا الأساس تصميم الحوار معيبا غير عادل ولا يحمل عوامل النجاح، ويأتي التحايل ومحاولات الهبوط بمستوى الإصلاح إن كان إلى أقصى حد ممكن، والتسويف والتعطيل والهروب من ضمانات التنفيذ، والاقتصار على أن تكون المخرجات على مستوى التوصيات بدل أن تكون على مستوى النصوص الدستورية، وإن نقل أخيراً أنه قد حصل اتفاق على أن تكون المخرجات بهذا المستوى. وتتقابل إرادة الإصلاح الحقيقي وإرادة التعطيل في حلبة أخرى يشهدها الشارع
الوسيلة في هذا التقابل عند الشعب في طبعها العام حناجر الحشود الهائلة المنطلقة بالمطالبة بالإصلاح والحقوق، ووسيلة السلطة فيه النار الغاز المسيل الدموع والرصاص المطاطي والرصاص الانشطاري والرصاص الحي، ويأتي استشهاد الفتى حسين بن علي بن أحمد الجزيري في ذكرى 14 من فبراير شاهدا صارخا على تغليب لغة العنف عند السلطة على لغة الحوار. وإذا تبين أن الحوار خدعة أو مزحة كما يظن الكثيرون، فلن يجر بطبيعته هذه إلا إلى تعميق الخلاف وإلهاب الفتنة وزيادة الشر وتركيز المحنة واشتداد الكارثة. حوار من هذا النوع سيقضي على أي أمل في اللقاء على حل الأزمة، فلا يبقى من سبيل إلا الإمعان في الخصومة والصراع والتغالب، وفي ذلك مهلكة الوطن. إن تبين كون الحوار خدعة أو مزح سيكون شرا ألف مرة من عدم الحوار. فلتحذر السلطة أن تخطط لفشل الحوار الذي دعت إليه، وأن يخرج بنتائج غير مرضية للشعب. إن تبين كون الحوار خدعة أو مزحة سيكون شرا ألف مرة من عدم الحوار، لأن حوارا من هذا النوع يحدث للمرة الثانية قد يسد الباب أمام كل فرص الحوار، ويحول هذه المسألة إلى أمر مستحيل، ويجعل الإقدام على الدخول فيها ممتنعا شعبيا على مستوى عام شامل، وفي هذا كارثة. حوار من هذا النوع إذا انكشف أمره حسيا وبصورة جلية لا محدوسة مضنونة، لن يبقي صوتا يدعو للتفاهم والتقارب، لن يبقي إلا صوت الفرقة والمواجهة المنفلتة التي لا تتعقل ولا ترحم، وتدخل بالوطن في النفق المظلم الطويل المهلك.